بسم الله الرحمن الرحيم. شعبنا العراقي الكريم، أبناءنا وبناتنا في ساحات الاحتجاج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن ما يمر به بلدنا العزيز من ظروف صعبة ومحنة تلد مشاكل إضافية، تستدعي منا المكاشفة والوضوح والتآزر واستدعاء كل جهد ممكن لأجل السير باتجاه صحيح. انما حدث من اوضاع مؤسفه ومؤلمه في اليومين الاخيرين مؤشر خطير على ما يحدث وما يمكن ان يحدث من سقوط شهداء وجرحى في كل سوح الاحتجاج وان هذا الوضع ليس مقبولا بالمره وان من في الساحات هم ابناؤنا السلميون الذين يستحقون كل تقدير واحترام وواجبنا خدمتهم وسماع صوتهم لا ان يتعرضوا للقمع والتضييق ان الممارسات هذه تضعنا في زاويه حرجه لا يمكن حينها الاستمرار بالمهمه الموكله الينا مع استمرار ما يتعرض له الشباب فلم ناتي لهذه المهمه الوطنيه الا من اجل بناء ما تهدم وليس من الاخلاقي القبول بتصدر المشهد وتسلم المهمه بينما يتعرض ابناؤنا لما نعرفه من ممارسات تدمي القلب والضمير ان احترام الراي والراي الاخر هو اهم ما يجب ان نسعى له في هذه الفتره ولا اخفيكم اني شخصيا لا ارفض ان تتعرض صورتي الشخصيه الى علامه اكس في الساحات بقدر رفضي واستهجاني ووقوفي التام ضد مهاجمه من رفعوا هذه الصوره فالمواطن حر كريم بابداء رايه وواجبنا هو الارتقاء بخدمته وحمايته واحترامه ان اولويه الحكومه المقبله وتحت البند الاول هو اجراء تحقيقات جديه بشان الخروقات التي تعرض لها ابناؤنا من المتظاهرين والقوات الامنيه ومحاسبه كل من يقف وراءها كائنا من كان ولاي جهه انتسب فالدم العراقي خطنا الاحمر الوحيد الذي لا كرامه لنا ولا احترام ان تم سفكه امام اعيننا اننا وحتى اللحظه الحرجه التي نمر بها مكلفون ولا نمتلك صلاحيات بسبب عدم اكتمال اجراءات تشكيل الحكومه وكل ما يهمنا الان هو العمل من اجل عدم انزلاق الامور الى ما لا يحمد عقباه واننا اذ نؤكد إننا ماضون بالترتيبات لأهم مطالب ساحات الاحتجاج وهي تحديد موعد للانتخابات المبكرة فإننا نكرر تأكيدنا بأن الدم العراقي هو خطنا الأحمر وإننا ماضون بمحاسبة كل من تجرا عليه بتحقيقات لن تستثني أحدا حفظ الله العراق والعراقيين حفظ الله ابناءنا وبناتنا في سوح الاحتجاج والقوات الامنيه ونسال الله التوفيق وتعاون الجميع معنا بهذه المهمه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته